تواصل وزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التموينية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 49 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذات أثر ضار على صحة المواطنين خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 69 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية ومالك معمل بدون ترخيص لإنتاج المخللات بالغربية. وتمكنت من ضبط 140 طن ملح طعام داخل أجولة بدون مستندات وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالدقالية، وضبط 10 أطنان سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالغربية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما تم ضبط 120 طن دقيق فاخر غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. الإدارة نجحت في ضبط 16 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتشكل خطرا على الثروة الحيوانية بمحل ومصنع لتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالشرقية، وضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. كما نجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط المسؤول عن مصنع ألبان لقيامه بتصنيع السمن البلدي الطبيعي مستخدما خامات مجهولة المصدر وألوان ومكسبات طعم وبحوزة أكثر من 21 طن سمن وزيت نباتي خام ومنتج نهائي. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط أكثر من 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة صاحب مصنع أسماك مملحة غير مرخصة، وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية في تصديها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.